هنقول مقادير مقلوبه اللسان عصفور، هي من الحاجات اللطيفه ونقدر ندخل معاها خضار زي ما اتفقنا. اقدر اعمل معاها كوسه مشويه، اعمل معاها فلفل مشوي، تبقى بالخضار مع لسان عصفور. اوكي، تعملوا معاها لحمه، تعملوا معاها فراخ متقطعه حتت براحتكم. انا هعمل معاها شويه من اللحمه المفرومه. عندي لسان عصفور ولحمه مفرومه، معلقتين من الصلصه، زيت وثلاث ارباع كوبايه من الجبنه المبشوره دي اختياري، ونص كيلو من البتنجان ممكن نشويه ورشه زيت كده ويتشوي عادي على الجريل على البوتاجاز او في صينيه. بصل مفروم، ملح وفلفل، بهارات، جوز الطيب، زعتر وزيت ومرق، وللتزيين بقدونس او مكسرات حسب الرغبه. هي برضو من الحاجات اللطيفة جدا، لأنه أنا سلقت اللسان عصفور وممكن ما اسلقوش، اتفقنا أن احنا ممكن ما نسلقوش، بس أنا عايزة أركبها بسرعة قوي عشان بس احنا وقت البرنامج. لكن حضراتكم تقدروا تشوحوا اللسان عصفور لو حابين يتغير اللون شوية، يبقى لونه ذهبي فاتح، هنقدر نحمره تحميرة خفيفة كده ونبدأ نسقيه، نحط له الطماطم ونحط له الحاجات ونسقيه ويبقى اللون الحلو ده. أنا دلوقتي هديله تقليبة سريعة لأنه عايزة أسوي الأول اللحمة، فهحط شوية كده من الزيت، بسم الله، وهشوح البصل، بسم الله الرحمن الرحيم. تشويحة كده طبعا، خلي جوز الطيب هنا، وهاخد رشة الفلفل، وهحط دلوقتي حالا رشة الملح. تبدأ بس البصلاية تدبل كده شوية، وممكن أحط معاها فص ثوم واحد كده يدي طعم حلو مع اللحمة. رشة فلفل حلوة ورشة ملح ومعلقة صغنونة ونص معلقة من الثوم المفروم. هقلب بقى كده، شوح حلو. هخلي عندي المرق، اقدر بقى اشوح البهارات مع معلقة الصلصة في الاول، وبعدين اضيف اللسان عصفور اديله بس لون حلو. انا هركب الحاجات كلها فوق بعض، انا اوريدي شوي البتنجان خلاص. اللي عايز يشويه بحط معلقه زيت زيتون، وبحط باذنجان بيتقطع عادي بقشره طالما هو فريش ولطيف. عايزين تدوره بس رشه ملح في الاول، وبعدين ينزل شويه الميه بتاعته، وبعدين تنشفه. مفيش مشكله، انا الحقيقه ما بعملش الخطوه دي في الشوي لان هو اوريدي ما بياخدش مني نسبه زيت كبيره، بشويه كده على طول في السريع، بزود له بقى المنكهات اللي هي رشه ملح، رشه فلفل، رشه زعتر، واقلبه على الوش التاني ياخد نفس الفكره، فبيبقى طعمه حلو وفي نفس الوقت ما خدش كميه زيت كبيره. بدات البصلايه تتحمر بقى، بس انا مش عايزه احمرها قوي، ولكن برضو عايزاها تصفر تدبل شويه. ودي من الحاجات اللطيفه الجديده، احنا ممكن نغير ده. الناس بقى اللي مش عايزه تستخدم المكرونات او الرز ممكن تستخدم الفريك، ممكن تستخدم البرغل، وممكن تستخدم الانواع الثانيه مع انواع من العيش اللي هي بتبقى دايما فيها شوفان، فيها جنين قمح، فيها البذور اللي بتبقى صحيه جدا. فنقدر يعني نغير شويه اسلوب الحياه للناس اللي ممكن تكون ماشيه على نظام معين وعايزه تستمر على حاجه معينه الفتره دي، فتره علاج مثلا. لان في ناس بعتت لي كده على الانبوكس، فما فيش مشكله خالص على فكره، عادي جدا. استخدم الحاجات اللي مش فيها دي ابيض، استخدم فيها دي ذره، شوفان، الحاجات دي بتبقى شويه لطيفه وبتدي طعم حلو، وهتبقى انا برضو كلت حاجه مختلفه لكن مفيده، وما بوظتش نظامي اللي انا عايزه امشي عليه في نفس الوقت. كده انا هشوح، احط بقى اللحمه، بسم الله الرحمن الرحيم، شويه. وطبعا عايزين تكتروا اللحمه مفيش مشكله. كده حط بس رشه فلفل وبهارات، سبع بهارات العاديه جدا، كمان رشه القرفه خفيفه بسيطه تاتش للي بيحبها، والجنزبيل دايما مع اللحمه بحب احط قوي كده، وعندي جوز الطيب اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. هقلب كده، احط بس الايه التين الحلوين دول كده. المفروض يبقوا على الحله فعلا.
كده، واخد هنا في النص معلقه الصلصه دي، هما معلقتين صلصه بالظبط كبار، انا بس عايزه اديله روح، يبقى فيه لحمه مفرومه، يبقى فيه حاجه. ممكن نعمل ده بقطع فراخ او بقطع لحمه تستوي الاول، وهسقيها بالمرق وهسيبها تستوي، بعدين انقلها في طبق، وبعدين ابدا اشتغل على لسان عصفور عادي لوحده، واركبهم طبقات فوق بعض عادي جدا. مش شرط اعملها زي ما انا بعملها هنا المقلوبه، لان انا لو هحمره في الحله يبقى انا هرص البتنجان وهعمل طبقات لسان عصفور مش مستويه، يعني محمره بس، واحطها معاه واسقي بالمرق هنا، وبعدين اقلبه من الحله. دي فكره. والفكره الثانيه ان انا اعمله كده ويبقى جاهز طبقات معينه اسهل. رشه بس من الزعتر، هقلب، وبعدين خليني ازود شويه مرق صغيرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يغلوا بس غلوه فيها اللحمه اللطيفه دي. كده. وهنيجي بقى هنا، خليني انزل مقادير سلطه الدقوس علشان نعملها بالمره واحنا قاعدين هنا، وتاخد من بعضها شويه. سلطه الدقوس، عن الدقوس عندي طماطم، فلفل حار، ثوم، عصير ليمون، وبقدونس، خل، وميه، وملح، وفلفل اسود، وكزبره خضراء. يبقى طماطم، فلفل حار، ثوم، عصير ليمون، بقدونس، ميه، ملح، وفلفل، كزبره خضراء، وبقدونس. هاخد كده بولة صغيرة، هنا، وهبدأ بقى أحط أول حاجة معلقة صغيرة كده من الثوم، قلب هنا شوية، ده. وعايزة أعمل في القالب ده المقلوبة، بس خليها هنا. هاخد كده الثوم، عندي عصير الليمون، شوية من الخل، فلفل، وعندي الخضرة. طبعا مش عايز فلفل حار، ممكن يحط فلفل بارد على فكره، فلفل رومي عادي جدا، مفيش مشكله خالص. وعندي طبعا الملح، رشه فلفل، رشه ملح، وطماطم، هنقلب كده حاجات الحلوه قوي، تدي طعم حلو كده ومتبله وجميله. هديها معلقتين زيت زيتون برضو، ده بقى اختياري. تمام، اقلب بقى كده، هسيبها بقى شويه في البوله دي شويه كده بس، ايه، تاخد تدي مع بعض، وبعدين تتصب، ايه، بتقعد في الثلاجه شويه حلوين. وهاجي هنا عايزه بس دي الصلصه تنشف شويه، هاخد جزء من اللسان عصفور جوه، هو مكان الرز. عايزه بقى اقلب البوله، حلو، هيبقى لطيف، في لحمة، يعني هنشوف كده محتاجينها كلها ولا لأ. خليني أقلب تقليبة كده، عايزين بقى تعملوها طبقات، يبقى مش هنحمر، مش هنسلق لسان عصفور، هنحمره في الأول وأحطه في جنب، وبعدين أعمل اللحمة، وبعدين أحط طبقات بقى منه بينها وبين بعض البتنجان وشرايح طماطم، عشان حضراتكم تبقوا مرتاحين. عايزه طبق اقدم فيه الدقوس دي يا حمام،
الابيض فيه. بس محطوط عليه الصينيه فما شفتوش. ماشي هنقلب كده تقليبه حلوه. طبعا الطعم العام جميل كده. ما هو لو اتحمر عادي، بس احنا اتفقنا انه الكبير اللي بيتباع عند العطار مختلف عن الاكياس، ده الاكياس فبيبقى صغنن شويه، مش دايما بنلاقي اللي عند العطار الطويل الحلو ده. انا هرفع دي بعد اذنكم وهاجي بقى هنا كده. طيب معلش انا هعمل كالاتي، خلي دي بس هنا كده شويه هياخد بقى. بسم الله. يبقى هنعملها لو طبقات وهنسقي المرق بس مش كتير، لان لسان عصفور ما بياخدش تسويه كتير زي الرز. هيبقى مثلا كوبايتين مرق على لسان عصفور اللي احنا حطيناه ده، ونهدي النار كانه رز ونطفي، كانها هنطفي ونغطيه ونحطه على النار يتشرب يتشرب لحد ما يستوي لسان عصفور بين طبقات البتنجان ببعض، وبعدين نسيبها تهدى نروح قلبينها. دي حل، او ان احنا نعملها الحل السريع اللي دلوقتي هنشتغل عليه، ان انا هحط منها طبقه هنا بالتبادل مع البتنجان وبعدين على الوش بتنجان. جلافزاتي فين؟ طيب ماشي كده. عايزه اخد هنا ايه؟ خليني احط طبقه تحت الاول من البتنجان. عايزه اعمل لها شكل لطيف كده كده كده. ايه يا فندم؟ لا والله ما عنديش فكره، مش فكره والله، ما بحبش الحاجات السوداء، احب الحاجات البيضاء يعني. متاسفه جدا، هي مساله مبدا حضرتك والله يا فندم والله كده. وبعدين هنحط طبقه من اللسان عصفور. خليني بس اجيب مغرفه احسن واسهل. مغرفه الاستانلس فين؟ تسلم ايدك يا احمد، شكرا. حط بقى هنا طبقه كده. بسم الله. برضه ليه طعم حلو، لطيفة مختلفة. نقدر نعمل معاها خضار مشوي زي ما اتفقنا، مفيش مشكلة خالص. شوية كوسة شرايح حلوة، نقدر نحط معاها جزر شرايح متقطع حلو قوي، ونقدر نعمل معاها بروكلي، الحاجات اللي انتوا حابينها براحتكم. فلفل ألوان من الحاجات الحلوة جدا برضه. ونحط طبقة حلوة بس من اللسان علشان ايه، نقفل بطبقة بقى جميلة كده من البتنجان. يبقى تحت وفوق. اوكي. حط بقى طبقة تاني هنا. اقفل. طبعا يفضل زيت الزيتون، انا بحب زيت الزيتون جدا. من انواع الزيوت. عايزين تطعموا زيت الزيتون حطوا فيه، ممكن تجيبوه وتحطوا فيه واحد عود روزماري وتوم، فصوص توم بس، ممكن تكون صحيحه مشقوقه بس فقط، حاجه بسيطه جدا هتبقى لطيفه جدا، وبتدي طعم للاكل. اي اكل حضراتكم هتعملوها هتدي على البيتزا، على المكرونات، على الحاقات، حاجات لطيفه جدا. وهبدا برضو اكبس تاني بطبقه كده اخيره من
لسان عصفور، لكن انا هستسمح حضراتكم بقى قبل ما انا اعمل الطبقه اللي جايه. هنطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل نقلب بقى المقلوبه بتاعتنا اللطيفه دي السريعه اللي احنا نقدر نعملها بطريقه تانية وتتشرب من المرق وتبقى مرق فراخ، فيها فراخ فيها قطع لحمه. لكن استناكم بعد الفاصل نكمل باقي وصفاتنا. مستنياكم. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره تانية بعد الفاصل. انا قفلت بطبقه تانية فوق اللي لسان عصفور تاني. لو في طبقه تاني بتنجان او خضار او كوسه او جزر هنحط، وتبقى طبقات 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 ونقلبه. هسيبه بس شويه كده يتماسك، وخليني هنا اغرف السلطه الحلوه دي من الحاجات الاطعمه الجميله السريعه اللي برضو زي عندنا كده الطماطم المتبله اللي بنعملها بالخل والثوم هي هناك بتملي نفس الفكره، بس هي بصراحة حلوة قوي. أكلاتهم كمان جميلة قوي. روعة سلطة الدقوس. أنا زيت زيتون ده يعني مفيد جدا ومهم جدا في الحياة بصراحة. كده بسم الله نحطها هنا.